يلا دق يلا لايك لايك يلا ناس زمان عم فكرك في ايامات زمان ياك. تبارك الله هالفلفل ديالنا هو بدا يقشو الخير ما شاء الله تبارك الله. هذا الفلفل كاين اللي فيه السودانيه شوف تبارك الله ما شاء الله، كاين اللي فلفل صغير كاين اللي فلفل احمر. هاي الواده مسكينه عاوني نقيولو الغبار دابا عاوتاني برغيوه مزيان وديك الساعه راه برا على الانتاج ما شاء الله تبارك الله. فيها الصفار فيها الخضار، المهم عندي الانواع والاشكال ما شاء الله. دابا كاين له الغبار السماد الطبيعي البلدي ان شاء الله تبارك الله باش هذيك مزيان. والله العظيم الى هذه العرصه شحال خسرنا عليها الفلوس، ولكن في وجه المشاهدين باش يجيو ياكلوا كل ما هو طبيعي كل ما هو بلدي. اجي واللي بغى يجي عندنا مرحبا، يجي يجني بيدو ويصايب الشلاطه بيدو ويقلي في الكانون بيدو. اللهم اجي فيك الحر ما شاء الله الخير كامل ما شاء الله. ولالا الغالية كتوكل لي سيدي صفوان على الصباح، صباحو صباحو ما شاء الله ما شاء الله. ايوا غزة لقينا وزات من الفطور. ايوا قبلو صافي ايوا ما كاينش اكثر من هاد الخير. الحريشة عاوتاني انا جبني الحريشة مقرملة انايا. يلاه المهم هاد النهار عندك غزال واحد التحدي باش تصيدنا احسن كسكسو وكله يكون بلدي على الكانون. مشينا على بركه الله ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. الشميش هم الشميش واحد الشميشه حاره هاد الايام كانت البروده كنا حاسين شي بالصيف كاع. دابا الشميشه محمد راه كاين ويل حس دابا عاد حسينا بالمعقول بالماء بالماء ما ادراك ما الماء. دابا حيت الباش واش ينقص هاد العام اصلا كلشي ينقص له الماء ماشي غير حنا هيك. دابا كنجيبو تيم واحد البلاصه من واحد السقايه كنروق الشجر وخلاص البرد ديالنا يلاه يعني يكفينا في الدار. ماك ما عارف الروبينيات والدوش ودي الشيء الله يكفينا. كنشوفو محمد شنو كيعمل نعم النحل 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 تخيل دابا يجمع عليا هاد النحل كيدور قدامي اصلا كيدور قدامي يعني محطة الخطر. طع شوية ديال الربيع هذا عندي هنا المعدنوس حيت العيون
الكسكات على 90 باش حالي يغطي لي شويه د العيون وصافي باش ما يهبطليش ان شاء الله الطعام. ايوا دابا غنزرع في هذا الشيء هكا بحال هكا غير هاد العيون كما كتشوفوا البنات عندي بحال لي كبارين شي شويه باش ما يهبطيكش صافي. في نفس الوقت كيعطي واحد المذاق زوين هذا الربع كيطلق في الطعام كيعطي واحد المذاق مزيان. الكسكس ديالنا هو من بعد ما شرب مزيان الماء خليته في تقريبا شي نص ساعه هو كيشرب الماء. دابا نحاول هذا الكسكس ديال الزرع ماشي ما عملناش البلبول هالنهار وتسهينا عاوتاني الزرع كنوعوا حيت البارح عملنا به سايكوك البلبول ديال بنقبيعه وهاد النهار قلنا ان شاء الله غنعملوه هذا نعملوه به طعيم ان شاء الله. هذا شوف شو هو غزال تبارك الله استعلاني اوبالا منا غير شويه واش حنا اصلا غير ثلاثه ديال اربعه بينا صغاراتي غير اربعه بينا ممكن ناكلو شي بزاف. وأذكر نفسي وأذكركم بالورد اليومي والقرآن العظيم. طبيعة الحال هذا التذكير بما أن القناة متنوعة أذكر نفسي وأذكركم بالورد اليومي والواحد يحاول ما أمكن ما يغبرش على القرآن لأن الصراحة جماعة كنتلها في مشاغل الدنيا والحياة وكنساو القرآن الكريم وكنساو كتاب الله سبحانه وتعالى وكنساو الحكمة من الحياة وكنساو الهدف من الحياة. فأذكروا نفسي وأذكركم بقراءة الورد اليومي من كتاب المولى عز وجل وتقبل الله منا ومنكم لأن مباشرة بعد ما كنحلوا المصحف الشريف ما شاء الله تبارك الله والحمد لله يعني كتجي عينينا على بعض الآيات اللي بعض المسائل كتكون خافية علينا كتفسر لنا كتوضح لنا يعني تذكير خاص تذكير يومي باش الإنسان ما يديرش بزاف ديال الحوايج اللي يبقى غافل عليهم. وتقبل الله منا منكم وجمعة خير وبركة ونمشيو للمسجد صراحة الصلاة في البادية والذهاب إلى يوم الجمعة خاصة كتكون الجامع بعيدة شي شوية لها واحد طعم واحد الحلاوة خاصة سبحان الله لا يشعر بها إلا المؤمن الصادق اللي كيتواجد في البادية المؤمن الصادق اللي كيتواجد في البادية. فتقبل منا الله منا ومنكم ورجعوا إن شاء الله ونشوفوا غزلان أشنو وجدت لنا في الكسكس. والله تا عندي احسن واروع واحدق زوجه في الكون تي انا ارتعد انا ارتعد كل شيء ارتعد بالجوع حيت تضربت تمره الصباح داك الشيء عجبني بزاف كاع البطيطه لقيت لنا القريعه القريعه هي هي كل شيء هي الرئيسيه انا هي كل شيء حجر هي وقيته ديالها تا المهم الدلع تا هذا هو وقت الدلع هذا قلب الله كنكونوا سخفانين حتى بدك كيعجبك بزاف داك الشيء علاش قالت البارح تخالي نبرد قلبي تبارك الله عليك وخلاص مدام المهم قال لك السكسو ديالنا هو هذا باش كيتو نحقق باللحم بالراس بالكرعين بالدجاج اللحم حيت الراس ديال الكبيعه ولا قلت لهم راه بنقبيعه عملناها هذه المره ولا ما جاش شي ما عندناش وده غير انت ما عملناهاش حساب لي ما عندناش موجود من كبيعه اللي بغى الكسكسو ديال من كبيعه مرحبا زعما بغينا حقت البارح ما شافش يكون فعلا درنا كوك يعني ما كاينلاش نعاودوها يعطيك الصحه وخلاص. أوه تبارك الله على الحدقة راكي كاينة تبارك الله ما شاء الله هادشي رائع طوب بيسكو طوب ما ضروري ما شاء الله تبارك الله في الطبيعة الجميلة والمتميزة ما شاء الله الله يدوم هنيمة يا رب العالمين فوقاش يطيب العين بعوتاني ونتبرعوا ما شاء الله هو اللي بينا البلديه ما شاء الله بحال اللي قريب فاس وفي مكناس وبغى اللي بنصيفطوا له نصيفطوا له ما كاين حتى شي مشكل هاني موجود الخير تبارك الله عندنا هنا في الدوار الحبيب ديال الحباب الحبيب ديال الحباب الحبيب ديال الحباب الليلة خاطيه من الدار د حبيب الليلة خاطيه من الدار د حبيب الحبيب ديال الحباب معاه با 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 غزلان تبارك الله عليك وخلاص حادكا ايوا هاي ما كاينش بحالك ما شاء الله عليك عندك خمس سريك يا ليلى الغالي يا بصحة والراحة قبل أنا أيوجد لنا الغديد الطعام صراحة قلت وحاش له يا ولادي وحاش له يا يحيى غيرقم يدو كل شيء لا يرضى عليها وجد على الكانون شكرا لايك 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 قولوا لايك قاتلوا على الكانون قولوا عافاكم وطيبات على الكانون إنجاز الله يرضى عليه الله يسخر له في النجاح ويساويهم ويخاويهم الله يجعل سيدي ربي ويوفقهم للخير ويخلي لهم الطويل ديالهم اللهم امين ونبدا معكم مشاهدين تانتم ندحلكم مع وليداتكم يعطيهم ربي النجاح ويكمل عليهم بالخير يا ربي عزازين في
القلب يا ربي يا ربي. وسمحوا لنا ما جاوكم شي الواحد خير في دارهم داكشي اللي كاين. وطبعا نتمنى والله يعجبكم فيديو جديد لايك لايك جيب واحد الحار ربعة يلا دو يلا عطيها المعنى يا سلام قول صراحة ماشي حدا الكاميرا قول صراحة والله الا الصراحه الا غزال والله الا بوكس برك ما كانوا نقاطع على حق وطريقه ديك الجزائر ولادي والقريعه بلديه والله الا القريعه بلديه وقاد الجهده ولادي الجزائريه واخا كنبغيو نعملوا داكشي اللي كناكلو ما كيبغيناش نعملوا داكشي وحنا ما ناكلوش كيبقى يضيع لنا عاوتاني وربي ما كيبغيش. نعم شويه قاد الجهد اجي تغدى اش ايوا بصحتكم وراحتكم ونتمنى من الله بهذا العيد الصويح بالعواشر بالصحه والسلامه خارج المغرب داخل المغرب امين يا انتم دعوا معنا دعوه الخير وانا اليوم معكم الوقت اولادي وعندنا في القلب عزازين علينا المشاهدين خارج الوطن داخل الوطن اللهم ايه هي الوليدات ناس زمان نفكرك في ايامات زمان يا كيقيو القناطر مش حال ديك الوليدي الايام 15 يوم د التقطه تقطع وحمي ورد راله ومن الاول عشيره كيشاد فيك انت والكليله وكل شيء والخير تبارك الله ما شاء الله صراحه انتما من قبيعه ما شاء الله اللهم اجل وبارك البلبول هذا الشعير البلدي نشكروها لكم ودائما تقريبا كنطيبوها معكم ما شاء الله تبارك الله. غير الفرق بينها وبين البلبوله اللي كتبع عادي في الحوانت هي ان هذا تخضر الاخرى كتكون شعيريه من طبيعه الحال الشعير خضر هذه والشعير بلدي من طبيعه الحال ما مداوي ما حتى شي حاجه ديال الجبل الجبال يا سلام يا سلام يجي زايده ولادي ما شاء الله اللهم زيد وبارك باللحام هو كاين حتى الزم ديالو نقولوا له حنا الزميته مالك مالك صفوان البارح حملت بها واحد جا غزال تبارك الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك وما شخصيه كنديروا فيها كيلو خلاص كيلو هاش 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 يلا هاش هاش جيب كروسة واش يلا خلينا نخدمها صعب خلينا نخدم ما يصح حتى يجي عندكم الصينوض هو الصينوض. المهم الشخصية راه كنديروا فيها كيلو كاين حتى نص كيلو اللي بغى يجرب هي كتوصلكم فيها لواحد فداه ما شاء الله تبارك الله والبلبولة غزالة الحبة لقتها ما شاء الله تبارك الله المشاهدين ولكن اللي معاه صعوبه من طبيعه الحال ضروري احسن واروع احسن واروع كسكسو هو اللي كيجيب هذه البلبوله البلديه ما شاء الله تبارك الله هذا العمل المشاهدين الله الا تم التقطع ديالك ها هو ما قطع الله يرضى عليه ماشي مشكل ماشي مشكل كل شيء من الخير كيعرفوا شي ساعه باش تخدموها كيف زعما كي يعني الناس خصوصا كاين كاين شي ناس تبارك الله عندنا بغي يدوها بنعدنا ما عارفينش كيفاش الطريقه ديالها كسكسو عادي كما كنصاغبو كسكسو ديالنا العادي المغربي صفيو عليه فوروه عادي هو كيحتاج شويه طياب واحد شويه زايد وكيحتاج شويه الزيت باش كيجي الزيت باش كيجي زوين باش كيجي بنين اييه وعاوتاني كاين الطريقه الثانيه هي كنعملوها بالمطيشه بحال الحريره عاوتاني كنخدو مطيشه عادي أيه. حراوش حراوش شيشات الشعير كما كنقولوا لها وشنو الطريقه اخرى تسايكوك عاوتاني سايكوك عاوتاني كنعملو كنفوروه عادي بحال الطعام صافي عاوتاني كنخوي عليه اللبن هذا يعني تبارك الله تبارك الله عليك الله الا مطرح ليا المشاهدين داكشي اللي كاين ولله مرحبا اللي بغى الخير موجود الكميه اللي بغيتو راه موجود الخير هانتوما كما كتشوفوا راه كاين الكليات ديال نص كيلو الكليات ديال الكيلو الخير موجود اللهم زيد وبارك هذا هذيك هذا الزاكي عاجلي لا لا بالصقبه كل المينا تهيت محرشين شويش وصفي عنا وعاود كما قالت لكم خالتي زاكي يعني كتزيد طبيعه الحال هي افغل هذا التمر كوب عليها الماء
وصافي هي ما يبقاوش فيها هذا التخيشات وهالشي وكبه هاي الصفايه ولا كبه في البانيو خلق ليا في البانيو داكشي اللي كاين هذا عاد هو ريب داخليه وقيها في الكسيكس المليحه قيها في الكسيكس الا شربوا وانتم باحسن من قبيعه واروع ما شاء الله تبارك الله الصراحه انا انحمق عليها يعني احسن اكله بالنسبه في كسكسو لان كسكسو كاين انواع كاين المفتول البلدي السميده كاين ديال الحانوت كاين هذا كاين انواع ولكن احسن واروعهم هو هذا يعني المناعه بامتياز صراحه الناس من طبيعه الحال كيشبع وفوصل لقيت هذا العصر هذا ما كيطمش دغيا يعني زوين بزاف واخا يعني واخا اكل مزيان تغلق ما كيجيكش الجوع دغيا ماشي بحال الكسكسو لا غروه حتى شي حاجه بالطريقه ونكد الترشيم ليك وبالقرعه ومزغ على حق الطريقه ولادي ولا الدا ديالو زايده خصو شي حاجه مرحبا داكشي اللي كاين اللي خصو شي حاجه مرحبا الزميته ديالو هو نفسه غير هو كيكون مزيان يعني مشرد غير الطحين كدير مع الزيت ومع العسل ما شاء الله تبارك الله المهم هذا انا بحثت عليه مزيان شحال هادي عرفتي غير واحد السيد كان كيقول لي حاول تبقى تصيبوه ولكن الحمد لله دابا راه ولينا موجود يعني عندنا موجود كيقول لي المنافع اللي فيه لو يعرفها الواحد اللي كيقلب على المناعه وكيقلب على الصحه يفطر ويتغدى به ويتعشى به ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندكم البينه بلديه تاخذوه وديروه بصيفوك مع البينه بلديه ديروه في كسكسو دائما وابدا ديروه في حراوش ديك الساعه غير نشارك معاهم الطريقه تاع حراوش ان شاء الله في اقرب وقت دائما والله البارح اللي قلت له ضروري خصني شي شي والله الا قاتوني في الله الله يعطيها الصحه فوق وقينا عليه اللبن يا سلام كيجي غزال فاللي بغاه طبيعة الحال كيف ما العاده وكيف ما كتعرفونا دائما تواصلنا عبر هذا الرقم ديال الواتساب الناس يعني اللي عندهم متوفر عندهم حاولوا انهم يستغلوا اي حاولوا يستغلوهم ما شاء الله تبارك الله ومرحبا الف مرحبا التوصيل داخل وخارج ارض الوطن في المدن ما شاء الله اللهم زيد وبارك الله يسهل الامور